نعم، وللحديث عن مهرجان الرطب في الذيد معنا في الاستوديو الاستاذ راشد مهير بخيت بكتبي، رئيس لجنه الاستلام والفرز والتقييم في مهرجان الذيد للرطب. اهلا وسهلا فيك استاذ راشد. حياكم الله. لا مرحبا بك، الله يسلمك. ومعنا ايضا الاستاذ محمد مصبح عبيد الطنيجي المنسق العام لمهرجان الذيد للرطب. مرحبا استاذ محمد، حياك الله. حياك الله. الله يسلمكم يا مرحبا. شكرا على هذه الفرصه، شرفتونا ونورتونا. الله طول عمرك ويا مرحبا بكم، نزلتوا لنيتوا. النور نوركم طال عمرك. الله يسلمك، الله يسلمك. بداية طبعا لو تخبرونا عن مهرجان الذيد للرطب 2023 عندك. بالنسبة لمهرجان الذيد للرطب اللي في الدورة ما شاء الله بيكون السابعة، واللي بتنطلق إن شاء الله في تاريخ 27/7/23 ولمدة 4 أيام، وإن شاء الله المسابقات بتكون على مدى 4 أيام متتالية إن شاء الله في هذا المهرجان. اليوم الأول إن شاء الله بتكون عندنا مسابقة الخنيزي وأكبر علج، واليوم الثاني الخلاص بالإضافة للليمون، اليوم الثالث إن شاء الله عندنا الشيشي والتين وأجمل مخرافة للنساء، واليوم الأخير هو الرابع بتكون إن شاء الله النخبة عام ونخبة حسن الذيد. نعم، هاي مشاركات 3 أيام راشد. هي 4 أيام. 4 أيام. نعم 4 أيام، من 27 إلى 30. نعم. وكل يوم مسابقة. وكل يوم مسابقة ما شاء الله. يا سلام. طيب استاذ محمد، الاهداف خلنا نتكلم عن اللي انتم ترغبون انكم توصلون لها من خلال هذه الفعاليه او هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، بدايه نشكر تلفزيون الفجيره وجميع القائمين عليها، والشكر لك استاذي اليماحي. اهداف مهرجان الذيد ومنذ انطلاقته من 8 سنوات تقريبا، هو النهوض بهذه الشجره العزيزه على قلب كل مواطن اماراتي الذي اولاها صاحب السمو الشيخ زايد طيب الله تراه جل اهتمامه، وسر على نهجه المغفور له الشيخ خليفة، وأولاها رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، ومن ثم حكام دولة الإمارات. كان الهدف منها النهوض بهذه الشجرة العزيزة اللي كانت الملاذ لسكان دولة الإمارات والإماراتي، وكانت هي تعتبر الأمن الغذائي لهم في ذاك السنوات، وقيم لأجلها اللي كما ترون جميع الحصون والقلاع لحمايتها وحماية هذا الأمن الغذائي. نعم، نجح المهرجان في استقطاب الأنظار لهذه الشجرة المباركة والاهتمام بها، والدليل تضافر الجهود للنهوض بإنتاج النخيل. كل موسم نحن نراه هناك جودة، هناك أعداد، هناك أصناف جديدة تطرح، ربما لكل دورة تطرح أصناف جديدة من النخيل. كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم. ثم فضل القيادة. نعم، المهرجان وصل لمجموعة كبيرة من أهدافه، أن إعادة الاهتمام لهذه النخلة من شباب الوطن، وأجزل لهم العطاء كجوائز مرصودة لهذه المسابقات بجل أنواعها. نعم. طيب بخصوص يعني استاذ راشد، بخصوص المسابقات اللي راح تكون خلال المهرجان، يا ريت تخبرونا اكثر عن هذه المسابقات ايضا وعن مواعيدها ايضا. بالنسبه لليوم الاول مثل ما ذكرت لك اللي هي الاربعه ايام اللي بتكون فيها المسابقات، بيكون عندنا رطب الخنيزي، وفي هناك عندنا شروط بالنسبه نتكلم عن الرطب. ايوه هذه الشروط اللي انا زين، وبنتكلم عن العلج بعد اكبر علج. بالنسبه للرطب، الشروط العامة يجب أن يكون الرطب من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولسنة 2023 يجب أن يكون نسبة الرطب في الرطب 50%، يعني تكون نصها رطبة ونصها بسرة. يجب أن يكون خالي من العيوب، يجب أن يكون خالي من الحشرات، لا يوجد به ندب. وزن الرطب يجب أن يكون 4 كيلو مع المخرافة. السنة العام كنا مغيرين، السنة لا، 4 كيلو مع المخرافة، والمخرافة اللي هي اختارها المزارع يجيبها لمزرعته، من مزرعته إلى المهرجان. هذه بالنسبة للشروط اللي هي بتكون دخول في هذه المسابقة. مسابقة اليوم الأول الخنيزي، يعني خنيزي. نعم، هذه 4 تقريبا 5 شروط اللي هي بتكون. نعم. حق المشاركة هناك، المشارك يجب أن يرضى بقرارات اللجنة، لجنة التحكيم. المشارك الذي يضع مخرافته في أثناء التسليم لا يحق له بالمطالبة سواء فاز أو غير فاز من المخرافة. هاي من عدة الشروط اللي هي عشان نشجع المزارعين ويتقيدون بالأمور هذه، وإذا كانوا هم متقيدين ونظمين على ما طلبنا نحن منهم، أعتقد أنهم بيحصلون على جوائز.
هاي بالنسبه للقنينية. بالنسبه لاكبر علج في نفس اليوم اللي هو اليوم الاول ان شاء الله عندنا بوزن 40 كيلو ما فوق اللي هو صنف البرحي، البرحي نعم، وصنف الخصاب. الخصاب والبرحي بيكون من وزن 40 وما فوق. كثير من العام ما شاء الله وصل وزن الخصاب 90 كيلو. 90 نعم وقتها. خبروني نعم 90. نعم. فنحن كل سنه نزيد رقم. نعم. يعني السنه بالأربعين. السنه على طلب المزارعين ان ندخل اصناف اخرى. فدخلنا من الاصناف الاخرى اي علج بس يكون من وزن 50 وساير فوق. ان شاء الله يكون وزنه 100 200 ما ادري معنا. المهم انه من 50 وفوق. من 50 وساير فوق. هاي بالنسبه لليوم الاول، اليوم الثاني طبعا عندنا مسابقات اللي هي الاخلاص وبتكون معاها الليمون. الاخلاص نفس الشروط نفس الامور هذه والاستلام. اليوم الاول واليوم الثاني بيكون عندنا يعني منفصله المسابقات الخنيزه منفصلات يعني اماره ابو ظبي اماره دبي روحهم بيكونون من مزارعهم وامارات الشماليه من المزارع ومن المنازل. نعم. نفس الشيء للاخلاص ونفس الشيء للخنيزي. نعم. الليمون بيكون عام للجميع من اماره ابو ظبي على مستوى بنقول الدوله. نعم. بشكل عام بس الليمون المحلي عادي. الليمون المحلي. نعم. نعم. بيكون ليمون محلي. اليوم الثالث بيكون عندنا اللي هو الشيشي ونفس الشروط المطلوبه وبيكون عام للكل. نعم. 4 كيلو نسبه الارطاب والاشياء المطلوبه ما في ندب ما في عناكب. وكذلك عندنا بيكون التين بوزن 3 كيلو اللي هو التين الاحمر بالاضافه الى اجمل مخرافه للنساء وهذه لها شروط ثانيه بعد من شروطها يعني بنذكر لك وزنها. ها الوزن كم لازم؟ الوزن بنذكر من شروط الوزن يكون من 5 الى 7 كيلو ويجب ان يكون فيها الرطب من النوع الفاخر. يجب ان تكون مخرافه سف يدوي وفيها ابداع من الحاضر والماضي. فرطب اللي هو يكون من نوع الفاخر وشغل النساء وابداعهم في المخرافه اللي اعتقد انها بتفوز. ووزن يكون من 5 الى 7 ومفتوح للنساء جميع النساء بس يكون من 25 سنه وما فوق. الله يوفق الجميع طبعا اكيد. استاذ محمد خلينا نتكلم بخصوص المزارعين اكيد. نعم. شو الاليه اللي انتم حطيتوها لاختيار هؤلاء المشاركين في هذا المهرجان الطيب؟ لله الحمد لله المشاركه مفتوحه لكل ملاك النخيل في دوله الامارات من ليوى الى الهجيره الى راس الخيمه الى المناطق الساحل الاوسط. كل من يجد في نفسه الكفاءه ان عنده رطب يحاول ان ينافس به مرحبا به، مفتوح المجال. بشرط أن يكون المزرعة ملك له أو لأولاده، يعني ما يجيبه من السوق ويشارك به، لا ملك له. نعم. المشاركات مسموحة ومفتوحة لجميع ملاك النخيل في دولة الإمارات. طيب كيف بتعرفون أستاذ محمد؟ يعني السؤال حقيقة يطرح نفسه. اليوم أنا جبت لكم رطب ويت حبيت أشارك وقلت لكم هذا أنه من مزرعة عندي، كيف أنتم بتأكدون أنه من مزرعة؟ نحن انجبرنا في هذا السؤال الرد عليك، انجبرنا أن نطلب مستندات المزرعة أو ملكية البيت. هذا كإجراء أول. الإجراء الثاني زين عشان دحض كل شبهة زين نطلب اليمين. 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 نعم. اليمين لأن طال عمرك في تدخلات سلبية من بعض الأفراد. للأسف يعني. من بعض يعني يضيع جهد المزارع طوال السنة. المزارع ينبت يسمد يزرع يخرف أي واحد يشتري جاهز ويقدمه. هذا ضيع جهده كامل. بالضبط. زين. فنحن اضطررنا نحط هذا البند كاليمين عشان نبرئ الذمه من هذا الشيء. نعم. طيب الفعاليات استاذ محمد اللي نعم. ستقام ايضا على هامش المهرجان، يا ريت شوي نسلط الضوء عليها. نحن لله الحمد والمنه، تكاتف الجميع، تكاتف الامارات السبع، المواطنين في دوله الامارات، تحول هذا المهرجان من مهرجان الى كرنفال عندنا. نعم. الجانب الوطني، عندنا الجانب الشعبي، عندنا الجانب التواصل الودي بين المواطنين، ربما انت مواطن ما شفته من سنه تشوفه بالمهرجان. زين. صحيح. فنحن كل الفعاليات، ايضا فعاليات الفرقه الشعبيه والفنون الشعبيه، ايضا الحرفيين اللي يزفنون الدعون واللي يجلدون الحبال اخواتنا امهاتنا وخالاتنا واخواتنا اللي يشتغلون في الشغلات الحرف اليدوية. نعم. القديمة. نعم. أيضا موجودين عندنا في المهرجان. السف والتلية وغيره. كل نعم. كل ما يعني ربما يهم المواطن فيما طبعا في الماضي والحاضر سيكون حاضر في المهرجان بإذن الله تعالى. بكل الأمنيات بالتوفيق لكم أكيد. أستاذ راشد أبرز أصناف الرطب اللي راح تنعرض في المهرجان
ذكرت لك في البداية شيء غيرهم يعني ذكرته؟ هذه الثلاثة اللي هم شيء عندنا اللي هو اليوم الأخير النخبة، ومقصود بالنخبة أن تكون من نخبة الرطب الموجود، وهي بتكون السنة إن شاء الله كانت نخبة عامة. السنة نخبتين عندنا، عندنا النخبة عامة وتتكون من 4 مخاريف من أجود أنواع الرطب وبوزن 3 كيلو بدون وزن المخرافة، وعليها تقريبا 15 متسابق هذه النخبة. بالإضافة النخبة اللي عملناها سنة لمزارعين إمارة الشارقة، وهي تقريبا أطلقنا عليها نخبة حصن الذيد. السلام. نسبة لحصن الذيد اللي افتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم حاكم الشارقة عضو المجلس الأعلى، أطلقنا هذه النخبة على نخبة حصن الذيد، وهذه تتكون تقريبا من 3 أصناف من أجود أنواع الرطب الموجود في إمارة الشارقة إن شاء الله أو مزارع إمارة الشارقة، تقريبا 5 فائزين. وهذه فرصة لإخواننا المزارعين اللي في الإمارة أنهم يشاركون في هذه النخبة، وعندنا النخبة العامة إن شاء الله أنهم يشاركون كل يشارك فيها. هذه أستاذ راشد فرصة للمزارعين وفرصة أيضا للمشاهدين والمجتمع المحلي بحضور هذا المهرجان. ترياكم يا جماعة الخير تاريخ 27 إن شاء الله، هذا الكرنفال أنا ما راح أسميه مهرجان حبيبة، لأني نعم حضرته وعرف أنه ما في ما شاء الله مكان تحط ريلك. صحيح. من 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 الزحمة اللي فيه ومن الجمالية اللي فيه، فنون تراثية، أمور كثيرة راح تبهرك وراح تعجبك أكيد. توقعاتك فيما يخص عدد الحضور أستاذ محمد لمهرجان أيضا الرطب 2023؟ قبل ما ننتقل لأعداد الأول، بس تعقيب على كلام أستاذ راشد عشان تنويع المسابقات. لماذا ننوع المسابقات؟ عشان يستفيد منها أكبر شريحة ممكنة من ملاك النخيل. أيضا نقطة مهمة عشان إحقاق الحق، اللي بيشارك بنخبة الحصن لا يشارك بالنخبة العامة، اترك الفرصة للآخرين. يعني نحن هذا عشان بس نحاول نعمم أو نشمل أكبر شريحة من ملاك النخيل. أما بالنسبة للرد على سؤالك، العام الماضي نحن بما يزيد عن 20,000 زائر زار المهرجان، نطمح أن يكون العدد أكبر السنة. كل السبل لغرفة التجارة جهزت كل الإمكانيات من معدات، من إمكانيات بشرية مالية إدارية للنهوض بهذه المهرجان ووضعه في المكان المناسب بإذن الله. بإذن الله تعالى. طبعا إضافة على كلام محمد، نعم، المشاركات السنة سنة 22 المشاركين ما يقارب 540 مشارك، والفائزين 120 مشارك، هاي اللي حصلوا على الجوائز. ما شاء الله. السنه ان شاء الله الفائزين 130 فائز. الله يسلمكم. ان شاء الله انهم يزيدون. يعلكم في زود ان شاء الله. انتم اليوم شرفتوني. الله يطول عمرك. ونستوني نعم. اتمنى ان تكون لقاءات اخرى ان شاء الله قادمه عن هذا المهرجان الطيب، اكيد هذا الكرنفال اكيد والعرس الخاص بالرطب. الأستاذ راشد مهير بخيت الكتبي، رئيس لجنة الاستلام والفرز والتقييم في مهرجان الذيد للرطب، والأستاذ محمد مصبح عبير الطنيجي المنسق العام لمهرجان الذيد للرطب، شكرا جزيلا لكم على وصولكم عندنا وعلى جهودكم الكبيرة حقيقة واللي على مرأى الجميع في هذا المهرجان الطيب في نسخه السابقة وبلا شك النسخة القادمة اللي هي السابقة. شكرا جزيلا لكم.